on va gagner le مرقوس. دابا حمراء وانا بناء الهجوم من طرف اللويسي. الوداد بالتاكيد ستخرج كل الادوات للوصول على الاقل للتعادل. عرضيه جميله بن شريفه ابراهيم توري. تحركت المدرجات وتحرك ايقاع المباراه. صح الان فرصه لبعد الفريق الوداد ولكن خروج نص. هناك اكثر من لاعب ودادي لا يريد ان ياخذ شرط عالي. فرصه وضائعه وقبل ذلك الحكم يقول تسلل لان المساعد الاول ارتاح تخلع سنه ولكن قول دار اتجاه بورجي ولكن هناك الحارس عتب في اصطدام عفوي مع اللاعب بورجي. نضربوا باص ربما هذا الحارس كوحة نقول صراحة كرة القدم هي هذه يرتكب أكثر من خطأ ولكن شيء عادي لأن أولا جم فريق المغرب فاسي للرجاء. الرجاء فريق كبير كيلعب على أكثر من واجهة. كوحة هو في سن 21 سنة صغير السن عنده قامة طويلة عنده تل الجانب البدني على درجة عالية من الاستعداد ولكن يلزمه بعض الوقت باش يكسب ثقته في السن كثير ديفو صعب ملي خرج عتابة دابا غيقدروا يمارسوا عتابة علاش دخلت كوحة علاش فين ما كنحملوش اصاحبي ولكن إن شاء الله إلا ربحنا اليوم الوالدة غتخلص علينا العشاء باش بخاطرين معاها غادي نوضوها والله غادي نوضوها غنطلع عند محمد خشم غنقعد تلقى مراكشيه غنسعرو بالبيان مزيان نسكتو بوحمرو بقاوش قوة تاع بابا 14 عام مدو البطولة إلا ربحنا هما هاد الماتش يكملت 31 ماتش ما ربحناش شي 31 ماتش علاش ما نحن حسين منهم عند
من طرف انصار فريق الوداد. سقاط سقاط يمرر ينفذ فرصه لفريق الرجاء ولكن هناك بيضاء. ثلاثه لاعبين رجاويين في خط الامام. هناك ياجور ياجور بيضودان بل ناطير. تم اضافه 7 دقائق انتهى الوقت القانوني للمباراه. ماذا عسى الوداد ان يفعل في 7 دقائق؟ المدرب روماو يطلب من لاعبي الوداد بتهديئ التيم. مشى ناطير ناطير ياجور يسدد جانبا. 25 وهو الديربي رقم 100 في التاريخ الرياضي للفريقين. بورجي بورجي ماذا سيفعل؟ محاط بربعة ثلاثة لاعبين. كلمة للدولة جويعة لويسي ماذا سيفعل؟ لويسي يستير فرصة العشاء اللي دايرين عليه. اين العشاء؟ ديال الرباح. اين الرباح؟ ديال البطولة. ياك خرجنا ماتش مين؟ لا البطولة حنا دينا خصنا دايرين. كيشو المهم ما ربحتوناش. ما كاين مشكلة ولدي سير الله يعاونك. صافي صافي. أنا ما غاديش نتعشى في الدار اليوم، غنمشي مع دراري صحابي. صافي. يلا الله يعاونك. مصحح. السلام ورحمة الله. أهلا الرجاوي. فين شناعة؟ صحيح بخير. مش بخير؟ صيب لي شي نصيص أخويا وما ديرش فيه الحار الله يجزاك. علاش؟ حيت الحار أحمر ولا؟ لا بحال داك الشيء. ياك أخويا. تتشوف. أش هاد كي جاكم الماتش؟ أخويا. داك الشيء اللي بغى الله راه هو. ياك ولا لا؟ المهم دينا نقلع على داركم توم بعدا ياك ولا لا؟ البطولة. صافي أنت اللي ديتها. البطولة أخرى من 93 ما ديناش حنا وما فرحنا ليها. ياك. 94 دقيقة وحنا زايين على كنشوفو يلاه 3 دقائق. المهم كنت كتسنى ديك الضربة ديال صونامي ذاك النهار. كان جا الضربة ديال لويسي
او الضربه ديال لويسي دونجيرو حتى لدرجه سونامي اه سونامي الضربه ديال الجمهور ديالنا كي جاتكم الله ما احسن ديالك تبقى في كازا هنا ولا لا لا تبقى في كازا المهم سيدي مبروك عليكم ياك بوزين الله يحفظك لا تديسيبلين ني جات منكم نتوما هذه الدراجه ما كاينش المشكل ايوا بالصحه والراحه خويا دير الحركه ديال لا لا بلا ما دير حتى معك تما الحمار الحار ولا صوص الحمار ما كنحملوش الحمار ما كنحملوش بحمرون كامل لا ومساش مع القدير الطبيعه علاش نايضه طبيعي انا يضع الخضر اخويا لا الطراب الاحمر لا الربيع لا الطراب الاحمر اخويا اسمح لي يلاه بالصحه والراحه الباسبور خضر الطراب الاحمر فهمتيني ولا لا ضروري لا لا محزقه ياك اخويا الزين كاين روح رياضيه ما كاين حتى شي مشكل فيفا كريم بوز المهم ما دوش لي فار في كازا هنا اه داك الشيء اللي بغينا ما دوش لي فار كنت شوما خوك حتى مع لي فار شوما علاش لا صاحبي انا حتى لاني دغنيغ ان شاء الله ويلي بزاف اصاحبي او عامين انوريتو بزاف ما نكذبش عليك خويا دابا انا راه في الجوع عطيني شي ناكل عاد نتاكل اخويا الزين روح رياضيه راه كيعجب هذه ولادي وراجي هنا ولكن راه ديما حمراء ياك حاجبني عليك انا راكم ماك تشتراجي وما غنجيش ناكل عندك حتى روح رياضيه الدنيا ما كاين حتى شي مشكل ياك ما كاين حتى شي مشكل خويا الزين يلاه سير اخويا انا ما ديتش وقت العام انتما ديتو كاس العرب حنا ندينا الشامبيون ديالنا يلاه ميرسي خويا الله يحفظك وبصحتكم مبروك عليكم هادشي اللي بغينا الله يحفظك.